أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد. لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو ريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. 3 2 1. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن بعض التعبيرات الإصطلاحية والمجازية في اللغة الإنجليزية الأمريكية. American English Idioms and Figurative Expressions. هنتكلم عن مصطلحات بتفيدك في الترجمة عموما خاصة للثانوية العامة. إن شاء الله تتابع معانا لآخر الحلقة اللي ممكن تطول شوية، فنطول بالنا شوية لأن فيها معلومات كتير جدا هتفيدك. قبل ما نبدأ حلقتنا، لو ما اشتركتش في القناة يا ريت تنزل تشترك حالا وتفعل الجرس علشان يصلك كل ما هو جديد وحصري، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. نروح على طول إلى الإيديومز واللي مكتوبين أبجديا من ألف إلى ياء أو من إي إلى ز. على طول أول حاجة معانا above all، وتعتبر معناها the most important thing، والأهم من كل شيء. أهم شيء في الموضوع ده above all، كلمة above all معناها أهم ما في الموضوع. above suspicion يعني too good to be suspected، يعني فوق كل الشبهات، فوق كل الشبهات. abreast of، keep abreast of، الاثنين بيساووا بعض. be informed as the latest developments، يعني يبقى مطلع على اخر التطورات، او remain informed about what is happening، بيعرف كل حاجه بتحصل، او نقدر نقولها يعرف دبه النمله. a blessing in disguise يعني رب ضره نافعه، blessing in disguise يعني رب ضره نافعه. acquaint one with، make one aware of، خلي بالك بعرفك على الشيء الفلاني، يعرف بي او يطلع على. actions speak louder than words، يعني الافعال افضل كتير من الكلام، يعني الكلام اصدق من او الفعل اصدق من الحديث. a person is judged more by what he does than what he says، نحكم على الناس بافعالهم مش باقوالهم. add fuel to the fire يعني شعل العملية، يعني ايه؟ يضع البنزين على النار، يعني اللي هم الناس الفتانة. against the current يعني ضد التيار، ضد الايه؟ التيار، معناها يعارض. against the stream يعوم ضد الايه؟ ضد التيار. ahead of time يعني في ذروته، اعلى حاجة موجودة، القمة، سابق عصره، بيعمل حاجات قبل ما نتوقعها. ahead of time، early before expected time. a little knowledge is a dangerous thing يعني قليل المعرفة بيكون شبيه بالجاهل، يعني الجهل أمر من أو أشر من المعرفة القليلة بالشيء. يعني في ناس عندها بعض الحاجات القليلة قوي بس يخش في الكلام كده وكأنه عالم من الايه، من العلماء. a person who knows a little but about something may think he knows it all and make bad mistakes، دايما بيعمل اخطاء كارثيه. all at once يعني suddenly، all at once يعني فجاه، في حين غره، فجاه كده مره واحده طلع. بعد كده معانا all one's eggs in one basket، يعني يستثمر كل امواله في مشروع معين. all one's eggs in one basket يعني risk everything on one effort or operation، استثمر كل ما يملك في عملية واحدة. any Tom Dick and Harry يعني كل من هب ودب. any Tom Dick and Harry، persons taken at random بشكل عشوائي كده، and unspecified people يعني مش ناس محددة، كل من هب ودب. apple polishing
يعني try to gain بحاول يكتسب an advantage by saying nice things or giving gifts يعني يتودد. يماري يداهن يعني بيظبط كلامه. apply polishing and عفوا apple polishing. an apple a day keeps the doctor away. an apple a day keeps the doctor away يعني تفاحة في اليوم تغنيك عن الذهاب للطبيب. ده بالمعنى ده او الايديوم ده بيقول لنا انك تاكل كويس او بطريقة كويسة تغنيك عن الذهاب للاطباء. arm twist someone's arm يعني يلوي دراعه. to force or persuade someone to do something انك ترغم شيء او شخص ما على القيام بشيء ما. around the clock على مدار ال 24 ساعة بقول around the clock. as the crow flies يعني في خط مستقيم. طبعا crow هنا معناها الغراب لكن as the crow flies في خط مستقيم. in a straight line regardless of obstructions يعني يمشي على طول ماليش دعوة بكل العراقيل اللي بتواجهه. ashes reduced to ashes completely destroyed by fire يعني لا يأكل النار إلا النار أو لا يفل الحديد إلا الحديد أو يحوله إلى رماد يعني يبهدل كل حاجة. ask for it ask for it يعني بيجيب لنفسه مشاكل. invite trouble deserve the results يجلب لنفسه متاعب. as a matter of fact يعني in reality في الحقيقة أو في الواقع. fact حقيقة. as a rule كقاعدة كشيء أساسي بالنسبة له. at all يعني على الإطلاق البتة. at all المصطلح اللي معنا بعد كده هو back breaker يعني عمل شاق. difficult job back breaker. back down retreated from a previous position or decision يعني يتراجع. back down يعني يتراجع. back down يعني ايه؟ يعني يتراجع. back into يعود لموقعه. back into يعود لموقعه. back into back up يعني يدعم او يساند. back out back out يسحب عرضا. back out back up يعني يدعم او يساند. bad shape في وضع سيء. shape يعني شكل. bad shape في وضع سيء. in bad shape in a difficult position. bad time يعني معاملة سيئة جدا. bag in the bag. bag is a bag يعني successfully settled or arranged كل شيء مضمون كله مترتب كله تمام في جيبك. balance tip that يعني يرجح كفة الميزان. build up يعني متلخبط مشوش confused wrong. build up bailing along يعني proceeding freely and quickly يحرز تقدم سريع وبحرية ما عندوش إرغام يعني. bail on the ball يعني alert انذار كده يعني يعي أو يفطن لي. bail out يعني يقفز من الطائرة يخرج الماء من المركب. هما الاثنين زي بعض. برشوت from a plane or remove water from the boat. بول بونسز يعني يوم ليك ويوم عليك. بول اوف فاير شعلة حماس. بول اوف فاير شعلة حماس. بلونلي يعني هراء. نونسنس ملوش معنى يعني. ملوش معنى. المصطلح اللي بعد كده هو be about to. be about to يعني be almost ready to على وشك فعل شيء معين. be about to beats me يعني لا افهم انا مش فاهمك. I don't understand this it makes no sense or no sense to me. be bound to be bound to
بي سيرتين، يبقى متاكد او واثق من نفسه، كونفيدنت، بي شور تو. بيد اوف روزز يعني طريق مفروش بالورد، بيد اوف روزز. ا بليزنت ايزي بليس، جوب اور بوزيشن. بيف اب يعني يدعم او يحشد. جيف اديشنال سترينث، بيعطي قوه اضافيه. بيفد اب يعني سئم من. Be annoyed by. Beggars can't be chooser. يعني المتسول لا يفرض شروطه. يعني شحات وعايز فينه مثلا. تمام. Beggar cannot be chooser. يعني الشحات ما يختارش. Behind bars يعني خلف القضبان. Behind bars خلف القضبان ويقصد بها السجن. Behind the eight ball في موقف سيء. Be in favor of يعني مؤيد لي أو محبز لي. Support يعني مدعم داعي. Be mixed up يعني مرتبك. Be mixed up. Mixed up يعني مختلط عليه الأمر. Beneath contempt يعني أدنى من أن يحتقر، أقل من كده. الصلح اللي بعد كده معانا وهو be out of something يعني ينفد أو يخلص، ينفذ مخزونه منه، خلاص خلص استنفذنا. Be out of something. No longer have a supply of something. Be on one's own يعني يعتمد على فلان. Depend on. Live in dependently يعتمد على نفسه. Be on one's own. الواحد يعتمد على نفسه، يبقى independent، يبقى غير معتمد على الآخرين، فيبقى مستقل. Bet on the wrong horse. Bet on the wrong horse يعني بيراهن على الحصان الخسران. هو مش شايف، مش وازن الأمور كويس، فبيراهن على الحصان الايه؟ الخسران. Be tired of يعني متعب من أو محبط. Be frustrated with. Between the rock and the hard spot يعني بين المطرقة والسندان. Between the rock and the hard spot. Be your bottom يعني كن واثق تمام الثقة. Dollar. Be your bottom dollar or lost dollar. Be absolutely sure of something. خليك واثق تمام الثقة من شيء معين. Beyond the bounds of خارج نطاق. Beyond the bounds of خارج نطاق. Why hearted يعني kind and generous. Big hearted يعني kind and generous. عطوف وحنون. Big league يعني عالي الجودة. Big league. Full scale. مالي الميزان. مالي مكانه. محترف. Professional type of operation or organization. Birds of feather يعني الطيور على أشكالها تقع. Birds of feather fly together. الطيور على أشكالها تقع. Bite the hand that feeds you يعني يعض الإيد الإيه؟ اللي تتمدله أو اللي اللي بتساعده. Bite the hand that feeds you. Bite of more than one can chew. يتعهد بأكثر مما يطيق. يعني يحمل نفسه أكثر مما يستطيع عمله. Blind impulse يعني اندفاع غريزي أعمى. هو مندفع كده على طول. Blind impulse. Blood and thunder يعني عنف وسفك دماء. يعني ميلودي دراما. Highly sensational. المصطلح اللي بعد كده معانا وهو body upon my head body. Body أو upon my head body يعني غصب عني. Upon my head body. Upon my dead body. Upon my dead body. بو بو بو. صوت بيعني ان في خطأ حصل. Brain drain يعني هجرة العقول. Brain drain. Brain drain يعني هجرة العقول. Brass.
يعني كبار الضباط أو الضباط. High ranking officers. Break down يعني يتعطل. Break أو take a break يعني يأخذ قسط من الراحة، يستريح فترة راحة فسحة. وممكن أقولها break معناها excuse me يعني عذرا أو عفوا. Break in يعني يقاطع يعني interrupt، أو break on يعني أقدر أقول break in وأقدر أقول break on. Break the ice، أقوم بالخطوات الأولى. يبدأ أول حاجة يزيل التلج من الطرق زي ما أنت عارف، فأول حاجة بنعملها عشان نمشي في الطريق إن إحنا نوسع التلج منه، فيبدأ بأول الخطوات أو يمهد الطريق أقول break the ice. Bridge يعني قنطرة أو كوبري. Burn one's bridge يعني يقطع خط الرجعة، يعني يهجر يقطع العلاقات. Cut his way back. Breathing يعني إيجاز باختصار، لأن مقول breath يعني يختصر أو يوجز يعني. Bring home يوضح يركز على. Bring out a point يعني يؤكد على أهميته. Bring up bring out a point. Bring to light يكشفها. Bring up a point يثير أو يطرح موضوع للنقاش. Bring up a point. طيب bring to light يعني introduce أو reveal يكشف عن. بعد كده معانا brush up on يراجع أو يدرس. Review study. Brush up your English، طور لغتك. Brush up your English، طور لغتك الإنجليزية. بل يعني يجابه موقفا صعبا بشجاعة. Bullshit يعني هراء، كلام فارغ. Nonsense. Bunch a number of similar things or people يعني مجموعة من. لما أقول bunch of flowers مجموعة من أو باقة من الورود. Bump into يلتقي بشخص صدفة، يعني مش في ميعاد محدد. Burn the candle at both ends يعني يصل الليل بالنهار. Burn the candle at both ends يصل الليل بالنهار. Burn the midnight oil يعني يسهر الليل. Burn the midnight oil يسهر الليل. Study or work late at night. Busy bee مشغول لأذني. Very busy. بعد كده معانا by heart يحفظ على ظهر قلب. By heart by memory يعني هو فاكر كل حاجة. By hook or by crook بأي وسيلة. By hook or by crook بأي وسيلة. By honest ways or dishonest ways أي شكل. By all means بكل تأكيد. By all means بكل تأكيد. By no means يعني in no way into by no way أو not at all على الإطلاق. By no means. By guns أو led by guns be youngs عفى الله عما سلف يعني ننسى الماضي. كيك سهل. Piece of cake. Something extremely easy. سهل أو هين للغاية. Call it a day. Call it a day يعني quit for the day. أنجزنا ما يكفي اليوم. Call the shot. يعطي الأوامر. Call off. يلغي. Call off يعني يلغي. Call on. Visit. يزور. Call off. Call on. Call a spade. A spade. يعني يسمي الأشياء بمسمياتها. Call a spade a spade. Speak quiet plainly or bluntly. Call your shots. Call your shots معناها extremely. Explain your plans. Estimate correctly. اشرح ما عندك. قول اللي انت فهمه. اشرح لنا اللي انت تقصد. Calm down, relax. Calm down معناها relax.
بعد كده عندي carry coals to Newcastle، يعني يبيع المية في حارة السقايين. carry coals for Newcastle. stand out for، يصر أو يصمم على. stay around، يبقى على مقربة. stay out، يبيت خارج المنزل. stay up، يسهر. stay up يعني يسهر. not go to bed، لا يروحش ينام. stop by، يزور بشكل غير رسمي. visit informally، to go out to see. stone، على مقربة. sweet no، عمل سهل. عمل سهل. sweep، make a clean sweep، يعني يجري تغييرا جذريا على الأشخاص. take advantage of، يستغل. take after، يشبه. take apart، يتفكك. take a break، يأخذ راحة. stop working for a short time. take an account and consideration، يأخذ بعين الاعتبار. take it easy، لا ينفعل، يعني بياخذ كل حاجة بالراحة. راجل هادي راسي. take it or leave it، يعني اقبل او ارفض، براحتك. take part، يشارك فيه. take a shortcut، يأخذ طريقا مختصرا. take someone for a ride، يخادع ويغش. take the law into his hand، يعني يجيب حقه بإيده. take into، يقنع. talk into، يقنع. talk over، discuss، يعني يناقش. argue. tear up، يمزق إربا. rip into small pieces. that does أو did it. that's the end، يعني وصل للنهاية، جاب أخره. that will be the day، ولا في الأحلام. that day never happen، ولا عمره يحصل الكلام ده. stand out for، يصر أو يصمم على. stay around، يبقى على. بعد كده معانا charity begins at home، الأقربون أولى بالمعروف. check، صحيح، مظبوط، right، correct. check on، check upon. inquire into، examine، يفحص. cheer up، يعني be happy. cheerful، يعني مبتهج، ضحوك. لما يقول cheer up يعني be happy، يبتهج. squared، career، يعني حياة عملية مليئة بالتقلبات ومتنوعة. squared career. chew out، يعني رسمي أو قاسي، تأنيبي. chewed up to pieces، يعني متضرر بشدة. heavily damaged. chicken، يعني كأن بقول لك ده أنت فرخ، أنت جبان. chicken. chintzy، رخيص، cheap. low quality، رديء. chat، يعني hand reset، سند استلام. chat يعني hand reset أو receipt، عفوا، يعني سند استلام. sandwich، sandwich يعني سهل أو شيء مؤكد. thing easy to do، حاجة تعملها سهلة أو متأكد من شيء. sure thing. clear as crystal، crystal clear، واضح كالشمس. crystal clear أو clear as crystal، يعني واضح كالشمس. clean cut، يعني حسن المظهر. clean cut، حسن المظهر. neat. smart، good looking. clear cut، يعني فعل بقى واضح المعالم، باين. clear as mud، لا أفهم شيئا. طين، يعني I don't understand the thing. بعد كده عندي clear up. clear up معناها examine، يعني يشرح أو يوضح. click ليه الكيلومتر، click. إنما clock يعمل في سباق مع الزمن، against the clock. against the clock يعني ضد الساعة، يعني في بيسابق الزمن. cloth shave، نجا بأعجوبة. cloth shave. close the pencils، يعني أكمل عملية التطويق، حجمه من كل حتة. close up، يقترب أو بيقرب المسافة. cool، هادي، غير مندهش، عادي بالنسبة له.
فبيكون call unexcited. cool down يعني هدي شيء معين أو cool off. decrease أو calm down. cotton picking عبارة تستخدم عند الارتياح، إن أنا حاسس بإن أنا مرتاح تجاه شيء معين أقول cotton picking. cloud the issues يعني شوش على القضية، cloud the issue. clue يعني لديه الحل، clue not have a clue ليس لديه أدنى فكرة، ليس لديه أدنى فكرة. clutch at straw يتعلق بقشة، يعني زي ما بقولك كده الغرقان بيتعلق بقشاية، يبقى clutch at straw. clutch up يعني يتنرفز يتعصب. اللي بعد كده معانا coat، cut one's coat according to one's clothes يعني يعيش في حدود إمكانياته. cut one's coat according to one's clothes يعيش في حدود إمكانياته، يعني على قد لحافك مد رجليك. coin عملة، pay back in his own coin يعني واحدة بواحدة، pay back in his own coin واحدة بواحدة. cold feet يعني يصاب بالتردد او الارتباك، يرتبك يعني cold feet. come a long way تحسن بشكل كبير، come a long way يعني جه من مشوار طويل، ده المعنى الحرفي بتاعها، لكن معناها انه تحسن بشكل كبير. come down hard on ينهال عليه بالتوبيخ والسباب، come down hard on. come down with يعني يمرض او يصيبه المرض، become sick with. come out smelling like a rose يعني يخرج من المشكله في افضل وضع، زي الشعره من العينه زي ما احنا بنقول. come to grips with يعني ياخذ بناصيه، يمسك بزمام الامور، يتحكم في كل حاجه. come in contact with the problem بيعرف يمشي المشكله زي ما هو عايز. come to terms with يتوصل الى اتفاق، وصلنا لحل او اتفاق فبقول come to terms with. come up with يأتي بفكرة، جات له حل، جات له فكرة، جات له إجابة. common ground أرض مشتركة أو متعارف عليها، common ground. confidence في سرية تامة، and strict confidence يعني absolutely private في سرية تامة. confusion worth confidence، confusion worth confounded يعني يزيد الطين بلة. confusion confusion ده يعني الارتباك، worth confounded يزيد الطين بلة. count out يستثني، eliminate no longer considered as a fact يعني ملوش لازم، نستثني الكلام ده. count out for يعني be qualified for، مؤهل لي. count out for be qualified for. cover يستتر، take cover يعني استر نفسك، hide يختبئ او يخفى. cover a lot of ground يغطي الموضوع بشكل كامل. cover the high points يعني يناقش النقط الأساسية. covers high points. crack smile يبتسم ابتسامة خفيفة كده. crack down يتعامل بشدة أو بحدة، deal with severely. crack down كلمة واحدة بقى يعني إعادة ضبط الإجراءات. cracked up to be يفي بالتطلعات زي ما احنا كنا متوقعين يعني. crack up يعني انهيار نفسي وعصبي. كراب معلومة خاطئة. كرام بوك استذكر، يقرأ كتاب، يذاكر. كراش جوب بروجرام بروجر عمل عاجل، حاجة يعني بسرعة ذو أهمية قصوى. كروس أبريدج بيفور يو كام تو إت يعني يشيل الهموم، يعني قدر البلاء قبل وقوعه. كراي بيفور one is hard يعني قبل ما يتعور بيشتكي، لا يعني كتير الشكوى، اشتكي على الفاضي والمليان زي ما بيقول.
cry over spilled milk, لا تبكي على لبن المسكوب. يعني don't worry about things that have already happened. لحصل حصل. cry wolf, الندم. date out of date, date أو out of date يعني عتيق, طرازه قديم, خلاص منتهى الصلاحية. date in أو date day out, day in day out باستمرار, day in day out باستمرار. date deck يعني منتهي أو في وضع سيء أو مهزوم. deadline تاريخ الانتهاء. deuce and half, نقلة لوري نمتن ونص يعني. deuce and half. devil, between the devil and the blue sea, يعني بين نارين, بين نارين. ذكر نجوشيت براجين, يعني جبنا سيرة القط جه ينط. بعد كده معانا fall apart يعني ينهار او يتشقق. fall behind يتخلف عن, fall behind. fall through يفشل او يخفض. fall to pieces يعني يتحطم الى قطع صغيره. far and wide في كل مكان, بعيد وقريب يعني. far and wide يعني في كل مكان. far cry from الفرق كبير. far cry from معناها الفرق كبير. Federal case out of make, يعني make a big issue out of some small problem, يعمل من حبه قوي. Feedback, معلومات عن الموقف. Feel free, يعني خد راحتك, كن على حريتك. Feel like, يريد. Feel like a million dollars, يشعر بسعادة غامرة. Feel like a million dollars, feel like a million dollars. feel like two cents يعني عديم القيمة, ملوش لازمة. feel like two cents. feel up to يشعر بالقدرة على عمل. fence on the fence, محايد أو لم يقرر بعد هو شمال ولا يمين, أبيض ولا أسود. few and far between, غير شائع, قليل. بعد كده معانا fill out. fill out يعني يستكمل تعبئة أو مل نموذج. fill the bill يعني يقوم بالمطلوب. fill the bill يقوم بالمطلوب. fill the gap يسد الفراغ. find out اكتشف أو يعرف. finish off يكمل أو ينهي. think جاسوس. person who carries a stories or information to his superior, يعني حد بياخد معلومات ويروح, احنا بنقول عليه مثلا سيك. think on بلغ. firm up يعني انتهى او اكمل او انهى. first and foremost يعني اولا وقبل كل شيء, في البدايه خالص. first come first serve يعني الخدمة تقدم للأولوية في الحضور, اللي جه الأول يمشي الأول. first rate يعني جودة عالية أو درجة أولى. درجة إيه؟ درجة أولى. for the birds لا يساوي شيء. for the birds. flog a dead horse ينفخ في قربة مقطوعة. flog a dead horse. fly off the handle يستشيط غضبا, يتضايق, become angry. follow your nose يسير على خط مستقيم, لا بيبص شمال ولا يمين. follow in one's footsteps يعني يقتفي اثر, يمشي على خطى فلان او يتبعه بشكل اعمى, بيعمل كل زي ما هو بيعمل بالظبط, ما بيفكرش ايه. fool around يضيع الوقت. fool around waste time يعني miss around. full rush in في عجلة الندامة أو في العجلة الندامة يعني ما تستعجلش.
فور جود للعقلاء. فور جود يعني فور للعقلاء. فور ذا تايم بينج للابد، طول ما احنا عايشين يعني. فور ذا تايم بينج للابد. From scratch في الوقت الحاضر. فريز من الصفر. فريز يعني من الصفر. بعد كده عندي get along with، يكون على وفاق مع او يتوافق مع، يعني agree يوافق. get in touch with على صلة بي او على علاقة بي. get lost يعني روح في داهية، غور في داهية، go away اغرب عن وجهي. get off my tail إليك عني، متمشيش ورايا، ما تدورش ورايا. get off my tail. get off my back يعني دعني وشأني. get off my back سيبك مني يعني، سيبني لوحدي. get out of bed on the wrong side يصحو معكر مزاج، قايم مزاجه مش رايق، فبقول get out of the bed on the wrong side، أنا على الشكل الغلط يعني، الوش الوحش هو اللي جاي. get the hang of يعني يعتاد على، خلاص تعودنا على، فأقول get the hang of. get in one's blood يعني يتقن أو نتعود على شكل. get in the way يعيق الطريق، يقفل الطريق يعني. get in the way. get off يغادر، يسيب السيارة مثلا أو يسيب العربية ويمشي، يسيب العجلة ويمشي. get on يركب السيارة طبعا أو يركب مواصلة تاكسي مثلا. get on the stick يحسن مستوى أدائه. get on with ابدأ أو استمر. begin start continue go on. get over يفيق من، يصحى. get rid of يتخلص من، discard. getting short with خلاص ينفد صبره. getting short with ينفد صبره مع. get the ball rolling يعني يبدأ العمل في شيء ما. بعد كده معانا go down in history يخلد ذكراه في التاريخ، يكتب اسمه في التاريخ، يسيب ذكرى اسمها go down in history. gold brick يعني شخص كسول. gold brick a lazy person. gone to the dogs يعني في حالة سيئة. good deal يعني عظيم كويس. goof off يضيع الوقت سوداء. goof off. goof up يخرب، يتسبب في الإفلاس، يفسد. go in one ear and out of the other يعني يدخل من ودن ويطلع من التانية، ما يسمعش كلام الناس، ما يسمعش النصايح، بيدخل من الودن دي ويطلع من الودن دي. go in one ear and out of the other دخل من هنا ويطلع من هنا، زي ما بيقول. go through hell or high water يعني يمر بأخطر أو بأخطار أو بمشاكل. go through hell يمر بمشاكل. go to be with the chickens يعني خم نوم. go up يعني يرتفع. go without saying مما لا شك فيه، الموضوع واضح. grass don't let the grass grow under your feet لا تنتظر حتى تنمو العشب تحت قدميك، دي جملة تحفيزية يعني لكش خليك خامل كده في مكانك لحد كمان ما الحشيش يطول ويكبر وانت واقف لسه مكانك. guts بتفيد الجراءة والشجاعة. hand in او hands في البداية الاول، hands يعني مشغول. got his hands full ايده مشغولة. hand in يسلم. hand out يوزع. hang around ينتظر على مقربة، استنى قريب. hang loose يحافظ على هدوء أعصاب. hang on انتظر. hang on يعني wait. hang up يغلق أو ما يكلمش في التليفون يعني يبطل كلام، stop talking on the phone. hanky banky. hanky banky يعني ضحك على الدقون. hanky banky يعني بتضحك على كل على الدقون، يعني كلامك جميل بس ما فيش أفعال طبعا. hatchet يعني bury the hatchet
يعني انسى اللي فات. هاتشت يمكن ان يثأر مرة اخرى، يعني ياخد بطاره. Bury the hatchet and keep the stick. خلي العصاية موجودة. Have a finger in every pie. يعني ضليع في كل حاجة. في كل حاجة فاهم. Have a heart. يعني رحيم، ذو رحمة، عنده قلب يعني. Have an edge on. له أفضلية على أي حد. Have an edge on. Have it made. أنجز العمل. Have it made. انجز العمل. have on يرتدي، سوير او بوتن. بعد كده معانا hit. hit it off يتصدق معاه. hit it off. hit the ceiling يغضب، يضرب في السقف يعني. hit the nail in the head يصيب كبد الحقيقه، يفهم كل حاجه. انت جبت الزتونه. holding the bag يتولى المسؤوليه. holding the bag يتولى المسؤوليه. طبعا معناه الحرف يمسك الشنطه، بس يمسك الشنطه يعني ايه؟ يعني هو يبقى ايده زمام الايه؟ زمام الامور. هولد الوف ينأى بنفسه، ياخد ركن كده. هولد ذا فورت يثبت او يثبت. هولد اون يصطن او يحافظ على رباطه، او بريزيرف يحفظ. وكمان هولد اون بستخدمها كفعل اسمه انتظر، يعني هولد اون بليز، انتظر من فضلك على الخط. هولد يور هورسز يعني انتظر، استنى بس نفهم، خليك صبور. هولد يور هورسز. هولد اون يمسك بيد. هولد ستيل لا تتحرك. هولد اب يعيق او يؤخر حاجات معينه، فبقول هولد اب. هوك اب ويز يعني يلتقي بي او يرتبط بي. هامر لكل جواد كبوة، فمعناها even hammer sometimes nods. horns of a dilemma on يعني faced with two choices، بين نارين، عنده خيارين والاثنين اصعب من بعض. horse you can take the horse to water but you can't make it drink. ممكن تاخد الحصان عند الميه بس من الصعب انك تسقيه. يعني معنى الكلام ده بقى في المعنى الاصلي بتاعه ان انت الطاعه لكل شيء حد، يعني انت مش هتؤمر على طول واحنا نطيع بس على طول. hot news يعني اخبار جديده. hot potato اخبار طازه. تعال بقى نشوف بعد كده معانا، نبدا ب ان سبايت. ان سبايت اوف، ان سبايت اوف على الرغم من. ان سسبنس يعني في قلق، في شك، في ريبه. ان ذا اير غير مؤكد، لسه في الهواء. ان ذا دارك برضو غير معروف، مرتبك. ان ذا تون ويز على وفاق مع او وئام مع. ان هوت ووتر في مشاكل، ان هوت ووتر في مشاكل، ان ترابل يعني. In no time في عجلة، حالا دلوقتي مش هستنى. In the long run على المدى البعيد، In the long run على المدى البعيد. Iron out يحل مشكلة. It's beyond me يعني لا أفهم ذلك، ده كله ورايا ورا ظهري، أنا مش فاهم حاجة، برمي ورا ظهري. It's beyond me. It's an ill wind that blows nobody good، رب ضرة النافعة. It's an ill wind that blows nobody good، رب ضرة نافعة. It stand to reason، أمر منطقي أو معقول. بعد كده تعالى نخش بقى على keep. keep clear يتجنب، avoid. keep cool يهدى. keep hammering at استثمر بالتعزيز، يفضل يشجع. keep in mind يركز على أو يتذكر، خليك فاكرها. keep in mind خليك فاكر. keep them humming يعني ابقيهم في حركه، خلوهم متحركين دايما. keep one in the picture يكون في الصوره، خليك معايا في الصوره، خليك معايا في الاحداث، خليك مطلع معايا. keep on يعني continue. keep on one's toes يعني يكون حذر، خليك alert. keep up with يسير او يجاري. keep your head
لا تفقد أعصابك. Keep your nose clean. ابتعد عن المشاكل. دخلش مناخيرك في كل حاجة. Keep your shirt on. لا تتعجل الايه الامور. Kick around يعني يناقش فكرة. Kitchen. فأقول if you cannot stand the heat, leave the chicken. لو مش يعني اللي لو مش هتتحمل المواقف خلاص سيبها. الباب يفوت جمل. Knock it off. توقف عن ذلك. Knock it off. Knock it off. توقف عن ذلك. بعد كده معنا late straw يعني القشة التي last straw عفوا last straw القشة التي قسمت ظهر البعير. Late better late than nothing يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني late better late than nothing. Better late than nothing يعني اللي جه متأخر أحسن من اللي ما جاش خالص. يعني late for one's own funeral يعني لا يحافظ على موعده أبدا. lay down the law يعني يرسي أو يرسخ يؤسس قوانين بمزاجه. lay down the law يثبت القوانين. lay off يفصل تعسفيا يعني يشيل حد من الشغل كده بدون سابق انذار. lay the groundwork for يمهد الطريق لي. lay it out يشرح بوضوح وشمولية كل الخطوات. lead بقى يعني يقود يعني بس لما قلت take the lead يعني يأخذ زمام المبادرة. take the lead هو اللي بدأ. leaf يعني ورقة. take the leaf out of a person's book يعني يقتدي به يتمثل به يعمل زيه. turn over a new leaf يفتح صفحة جديدة. turn over a new leaf يفتح صفحة جديدة. leak يعني تسريب. learn عفوا knows أو know the ropes يعرف الأصول. know the ropes أو learn the ropes يعرف الأصول. leave no stone unturned يعني ما بيقلب كل حاجة رأسا على عقب يسلك كل السبل. leave out يستثني. leave out يستثني. بعد كده look على look for. look for يبحث عن. look forward to يتطلع إلى. look into يحقق في. look like يشبه. look out for احترس من. look up يرجع إلى المصدر. look up to ينظر إليه باحترام وإجلال. make ends meet يجعله داخله يغطي نفقاته يعني الأمور تلم بعضيها يعني. make ends meet. make a monkey out of يهزأ شخص. make a monkey out of. make a mountain out of molehill يعني يبالغ. out of molehill يعني يبالغ يصنع من الحبة أو بيعمل من الحبة أو بيعمل. make a point of يدلي بدل يقول كلامه يعني إيه رأيك أنت يقول رأيك. make bricks without straw يعني زي ما بيقولوا كده يعمل شيء من لا شيء. make hay while the sun shines يغتنم الفرصة. make hay while the sun shines زي ما بيقولوا كده البدرية منسية. make up يخترع. make up one's mind يقرر. make up your mind لما قولك make up your mind خلاص قرر. make way for يتنحى جانبا ياخد له سكة. بعد كده معانا mention ومين الأول. مين معناها ينوي. مين تو ينوي أن. مين تو ينوي أن. mention يعني don't mention it لا شكر على واجب. miss around يضيع وقته. miss the boat يعني يسيء الفهم. miss the boat. money to burn يعني عنده مال لا تفنيه النيران. ده بقى كناية عن كثرة المال. money to burn. mouth is all mouth and trousers جعجاع يعني بيتكلم كتير. مبب يمشط عسكريا يمسك منطقة كده يمشطها عسكريا. more than flesh and blood can stand يعني فوق طاقة الإنسان. move up a notch يعني يرفع الأمر لجهة أعلى. music
فيس ذا ميوزك، يعني واجه مشاكلك. فيس ذا ميوزك. نيل هيم تو ذا كروس، ينزل به اشد العقاب، او ينزل به اشد العقاب. نيو بروم سويبس كلين، يعني الغربال الجديد ليه شد. نيو بروم سويبس كلين. نيكست تو ناثينج، يعني قليل لا يذكر، شيء قليل قوي. ناو اور نيفر، الفرصه الاخيره. ناو اور نيفر يعني اخر فرصه. نمبر 1 الرجل الاول. نمبر 10 الاسوأ. نمبر 10 لما اقول لك يو ار نمبر 10، انت اسوأ واحد. نمبر 1 بقى الرجل الاول او افضل واحد، ذا بيست، ذا توب مان. بعد كده نروح على اوف نو سيكونس، يعني بلا ادنى اهميه. اوف بالانس يعني في غفله. اوف بيز على خطا. واي اوف بيز يعني انكوريكت، رونج يعني. اوف ذا توب اوف وانز هيد، من عقله وبدون تفكير، ما فكرش. اون ذا كاربت بوت وان ذا كاربت، يعني يوبخ يشله من تحت رجله. On the go، مشغول دايما. On the spur of the moment، ارتجالا او من وحي اللحظة، اي حاجة بتيجي عليه على لسانه بيقولها. On hand، متوفر. On needles and pins، على احر من الجم. On second thought، بعد اعادة النظر. On a strike، refusing to work or eat، مضرب عن العمل او الطعام. On the trip أو on the tip of one's tongue، يعني على طرف لساني. On the tip of one's tongue، على طرف لساني. On the whole بشكل عام. On the whole بشكل عام. Once and for all، للمرة الأخيرة. Once bitten، يعني اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. Twice shy. Out of the blue، يعني بدون انذار. out of the blue بدون انذار. stand out for، يصر او يصمم على. stay around، يبقى على مقربة. stay out، يبيت خارج المنزل. stay up، يسهر. stay up يعني يسهر. not go to bed، ما يروحش ينام. stop by، يزور بشكل غير رسمي. visit informally to go او to see. stone، بعد كده معايا pay through the nose، يعني يدفع الثمن غالي. pay through the nose يعني pay it very high. penny wise and pound bullish، يدقق في الفلوس ويبعتر الدينار. bib it up يعني اسرع، تحمس يلا بسرعه، hurry up. bibzim up، ينفخ فيه يعني شجع فيه. بيس لما اقول بيس اوف كيك يعني سهل ايه ويسير. بيجز مايت فلاي يعني مستحيل ده يحصل. بيجز مايت فلاي امبوسيبل. بلاي باي اير، بلاي باي اير يعني تصرف بدون اي خطه. بلاك ذا جاب، يسد الفجوه. بلاك ذا جاب يعني يسد الفجوه. بلاش جوب يعني عمل سهل. بلاش جوب يعني ايزي جوب، عمل سهل. point it او point in او point to، يعني there is no point to، لا يوجد طائل من عمل ذلك، يعني ما فيش فايدة. point out، يشير إلى. pour oil on troubled waters، يعني يهدي الأحوال المضطربة، يهدي الموضوع. prevention is better than cure، يعني الوقاية خير من العلاج. prevention is better than cure. بول وانز ليج يعني يمازح ويلاعب. بول وانز تيث يعني يجرده من سلطاته. تيك باور اواي فروم. بول ذا راج فروم اندر يعني يسحب من تحته السجاده، يعني ما يدعموش ما يسندوش. بوت اواي، بوت اواي يعني يضع في مكان بعيد أو يتخلى عن فكرة معينة. put off يؤجل. put together يجمع مع بعضه. put up with يتحمل.
put upon يستغل. Read between lines يقرا اللي بين السطور يفهم كده على الطاير. Write away يعني في الحال. Write away يعني دلوقتي حالا. Rolling stone gathered no موس يعني شخص جوال من هنا لهنا متنقل دايما. Room was not built in a day لم تخلق الدنيا في يوم واحد يعني الدنيا ما خلقتش في يوم واحد. Rob give a man Rob enough and he will hang himself يعني يضل واحد. Rotten eggs شخص سيء. Rule out يستبعد. Run for office يرشح نفسه. Run for office يرشح نفسه. Run out of يستنفذ أو يأخذ في النقص ينقص يعني. Run the show في القيادة هو اللي في الوش يعني. كبل يتجادل في الأمور الصغيرة. Argue يعني. Search me يعني أنا مش عارف. I don't know. Set the world on fire يعني ينجح نجاح باهي. Shoe if the shoe fits wear it يعني طالما الأمور تقدر تستحملها استحمل. اللي على رأسه بطحة يحس بيها. Show around يعني يتجول. Show up يصل. Arrive يعني. Shut down يغلق. Close sign up for يسجل فيه أو يلتحق بدورة ما. Sign another tune يعني غير رأيه. Size up يقدر أو يقدر عفوا. Measure estimate skeleton in the closet يعني العار الذي يحرص المرء على إخفائه. Sleep on it يعني عديها النهاردة. فكر وأجل موضوع اليوم تاني تاخد فيه قرار. So far so good حتى الآن والأمور على ما يرام لحد دلوقتي كويس. Sooner or later آجلا أم عاجلا. Sooner or later. Speak up يرفع صوته أو يجهر بما يقول. Speak up for يساند support. Spell out يوضح أو يشرح. Spill the beans يفشي السر. Spill the beans يعني يفشي السر. Splash out ينفق بسخاء. Splice the main brace يتناول شرابا للانتعاش. Spoil sport خميرة عكنانة زي ما بيقول. Stamp out يقضي على. Stand for يتحمل أو يمثل. Stand for يتحمل أو يمثل. Steamed up ملتهب غضبا. Choit يعني. Step on it يسرع بسرعة شوي. Step on it. Stew in one's own juice يقع في شر أعماله. Stew in one's own juice. Stoop to conquer تمسك حتى يتمكن. يتمسكن حتى يتمكن. Stoop to conquer. Sure as fate يعني لازم يقع قبل ما ايه قبل يعني ايه مما لا ريب فيه يعني مش ده هيحصل هيحصل. Stand out forth يعني يصر. Stay around يبقى على مقربة. Stay out يعني يبيت خارج المنزل. Stay up يسهر. Stop by يعني يزور بشكل غير رسمي يعدي على صاحبه مثلا. Stone a stone's throw from على مرمى حجر قريب يعني. Sweet no easy job عمل سهل. Sweep make a clean sweep يعني يجري أو يجري عفوا تغييرا جذريا على الأشخاص. Take advantages أو advantage of يعني يستغل. Take after يشبه. Take apart يتفكك. Take a break يرتاح. Take into account يأخذ بعين الاعتبار. Take it easy يعني يستسهل الأمور ما ينفعش. Take it over leave it. Take it or leave it
اقبله او ما تقبلوش، ترفضه يعني. take over اتولى زمام الامور. اجي معايا take part in يعني يشارك فيه، take a shortcut يختصر الكلام، take someone for a ride يخادع ويغش، take the law in into his hand ياخذ حقوقه، ياخذ حقه بايده يعني، talk into يقنع، talk over يناقش، tear up يمزق اربا، قطعه حتت حتت، tear up، that does او did it وصل الامر لدرجه لا تحتمل، unbearable يعني، that will be the day ولا في الاحلام، that will be the day، the pot of the gold at the end of the rainbow يعني كالسراب يعني، فراء كالسراب، عشان ابليس في الجنه، think over يعيد التفكير، throw away يتخلص منه، throw cold water on يحبط عزيمة شخص، حد هيعمل حاجة فيحبطه، together يتماسك، turn down يرفض عرضا، turn in يعيد أو يذهب يروح ينام، turn into يغير إلى أو يتغير إلى، turn off يوقف stop، turn on يبدأ أو يشغل، turn out ينتج عن أو ينتج عن result النتيجة يعني، turn up يزداد أو يصل مقربة، stay out يبيت خارج المنزل، stay up يسهر، stay up يعني يسهر، not go to bed لا يروحش ينام، stop by يزور بشكل غير رسمي، visit informally to go or to see، stone على مقربة، sweet no عمل سهل، عمل سهل، sweep make a clean sweep يعني يجري تغييرا جذريا على الأشخاص، take advantage of يستغل، take after يشبه، take apart يتفكك، take a break يأخذ راحة، stop working for a short time، take an account and consideration يأخذ بعين الاعتبار، take it easy لا ينفعل يعني بياخد كل حاجة بالراحة، راجل هادي راسي، take it or leave it يعني اقبل او ارفض براحتك، take part يشارك فيه، take a shortcut يأخذ طريقا مختصرا، take someone for a ride يخادع ويغش، take the law into his hand يعني يجيب حقه بإيده، take into يقنع، talk into يقنع، talk over discuss يعني يناقش argue، tear up يمزق إربا، rip into small pieces، that does أو did it that's the end يعني وصل للنهاية جاب أخره، that will be the day ولا في الأحلام، that day never happen ولا عمره يحصل الكلام ده. كده نكون وصلنا لنهاية الإيديمز اللي احنا عايزين نوصلها لك، اللي هتساعدك كتير جدا في موضوع الترجمة، وإن شاء الله بإذن الله هيكون لنا لقاءات تانية مع تالتة ثانوي تحديدا، اللي هتساعدهم إن شاء الله يكون معنا امتحانات تجريبية، امتحانات تجريبية وحلها، وإن شاء الله ليلة الامتحان هيكون معنا بإذن الله مراجعة شاملة وامتحانات تجريبية لتالتة ثانوي خاصة باللغة الإنجليزية. إلى أن نلتقي مرة تانية إن شاء الله، يريد كل شخص كل حد يبدأ يراجع كويس جدا، ولو عندك أي مشكلة بتواجهك اكتب لي في التعليقات، وبإذن الله هعمل لك فيديو خاص بكل مشكلة بالنسبة لك أو بتواجهك. لو عندك أي استفسار بخصوص حلقة النهاردة ياريت تبعت لي في تعليق، وهسيب لك طبعا رابط الموقع لإرسال الرسائل الخاصة لو أنت عندك مشكلة معينة أو حابب إن احنا نشرح شيء معين.
اتمنى ان يكون كل الناس وصلها اللي احنا عايزينه، او احنا ليه اتكلمنا في الايديومز دي، ليه اتكلمنا في المعاني والمصطلحات دي تحديدا اللي بتقوي موقفك في فهم اللغة الانجليزية عموما، وخصوصا في الترجمة، وخصوصا في الترجمة. فاتمنى لو عندك اي مشكلة تابعنا ان شاء الله، وتابع معانا ثالث سنة، وان شاء الله خلال الشهر ده باذن الله هنزيل كل المشاكل او الصعوبات اللي ممكن تواجهك في منهج ثالث ثانوي الجميل، لحد ما نوصل باذن الله كل واحد الى هدفه، او كل واحد للي محتاج يحققه. اتمنى لكل شخص في الثانويه العامه ربنا يوفقه ويحقق كل اللي بيتمناه ان شاء الله. اشكر لكم طيب المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.